صراحة كانت منتظرة ومرجوة من الجميع. لماذا؟ لأن شرف الدين عمارة كان لما تم يعني لما تم المجيء به إلى الفيدرالية لم تكن له يعني كما نقولوا ما كانش عنده لم يلقي الإجماع كبير، لهذا أظن أن ذهابه كان جد منطقي. لم يستطع إيجاد الحلول، أو على الأقل ليس إيجاد الحلول جديدة، على الأقل المحافظة على الديناميكية الجيدة. خلينا ديناميكية الفوز تاع 35 مباراة تلك أمور تقنية، على الديناميكية الجيدة اللي كانت داخل أمور فيدرالية. نظن أن ذهابه قد يكون إن شاء الله خيرا للكرة الجزائرية، فقط يجب على المسيرين أو على الأصحاب الذين سوف يديرون الانتخابات الجديدة للفاف أن يكون هناك فقط أمور جد إيجابية والحفظ الدرس. اليوم عرفنا نجاح وعرفنا إخفاق، هكذا سامح، عرفنا نجاح في صحناش، عرفنا إخفاق في كان 2020 هو الهدف المنشود كأس العالم. إذا إن شاء الله يستخلصوا الدروس ويجيبوا الناس لخدمة على الأقل للجزائر بكل جدية. ترمومتر HC 700 قياس دقيق لدرجة الحرارة وعلى بعد 10 سنتيمترات، يتميز بالدقة وسهولة الاستعمال. العلامة السويسرية، متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زر صفحتنا على الفيسبوك.